نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد. هذا هو نبات الريحان، ونوثق هذه اللحظات الطبيعية حيث النحل يقوم بتلقيح الأزهار لإنتاج البذور. نعم، النحل من الحشرات النافعة، هي تقوم بجمع الرحيق ونقل حبوب اللقاح. إذا نحن نوثق لنبات الريحان، وهذا من النباتات الطبيعية، هو على شكل شجيرة كما نشاهد، والريحان عادة يتم إكثاره بالبذور، وهذه النورات التي تتكون هنا، تتكون البذور التي نقوم بزراعتها الموسم القادم لنبات الريحان. نوثق هذه اللحظات الطبيعية وهذه الفراشة رائعة الألوان، لحظات طبيعية رائعة. هذه إحدى الفراشات، عن نبات الريحان وعن الحشرات النافعة التي تقوم بالتلقيح ونقل حبوب اللقاح. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.